مرحبا بكم على راديو ميد. فما برشا حاجات تعمل كونسير دو سان عافينا وعافاكم الله، منها الغريس السمنه وتنجم تكون بالوراثه وبرشا حاجات اخرين. واكتشفوا لي سبيسياليست فما زيد حاجات اخرى تزيد في الريسك نتاع المرض هذا، وهو الماكله في الليل مخر. ودي ريشيرشور وصلوا للدراسه هذه في جامعه كاليفورنيا في امريكا، واكدوا اللي كي نتعشاو بكري في وقت محدد كل يوم 8 نتاع الليل باغ اكزامبل يبعد علينا المرض هذا. وفسروا علاش، على خاطر كي ناكلوا قبل النوم بشويه يطلع السكر في الدم وهذا يزيد في الريسك نتاعو. وعطاو كلكو كونساي مهمه كيما نقصوا من اللحوم الحمراء والروز والخبز الابيض ونعوضوها باللحوم البيضاء ومنتجات القمح. الماكله اللي فيها برشا زيوت نبعدوا عليها قد ما نجمو، ويلزم نعملو كونترول دو طون زون طون عند الطبيب. والسبور زاد يفيد برشا، واورام الثدي هي من اكثر الاورام الشائعه بين النساء، رغم اللي اغلبيتها اورام حميده، اما 15% منها هي اورام سرطانيه خبيثه. هذه نصيحتنا ليكم اليوم في بيانات مع ساره شبوح، تقولكم ان شاء الله ديما اون بون سونتي. بيانات.